هاي جايز، السلام عليكم. ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقة خامسة من مسار هندسي. I know it's been a while. This is finally happening. A lot of people have been asking me like what's going on, we're waiting for the rest. بزاف ناس سقسوني راهم يقرروا next YouTube video. فأنا كنت busy بزاف. I was moving into another apartment and everything was so hectic around here. I couldn't like just sit and make more videos. But now, alhamdulillah, I can see clearly. So I'm officially back to business. Hey then guys, episode number 5 is the last episode of the series Masar Hendesi. هذه آخر حلقة من Masar Hendesi السلسلة. راني فرحانة بزاف اليوم because I'm gonna be able to finish it and this way I can start doing more projects on my YouTube channel. حلقة اليوم very important. Make sure you take ورقة وقلم و write down all the information I'm gonna give you. والقاع اللي مازال ما تفرجوش الحلقات السابقة من مسار هندسي please go ahead and watch them. This way you can catch up with the whole concept behind مسار هندسي. كما تعرفوا في هذه الحلقة غادي نتكلموا على العمل في أمريكا وكيفاش تمكنت من معادلة الشهادة تاعي اللي جبتها من الجزائر، شهادة مهندس معماري، عادلتها هنايا في نيويورك سيتي وتمكنت من العمل بها هنا في نيويورك سيتي. غادي نوري لكم كاع لي زيتاب اللي فتت عليهم وان شاء الله تنتفعوا بهم. كما تعرفوا ما نبغيش نتكلم في حاجه اللي ما فتش عليها انا بيرسونالي. سو اول ذا انفورميشن ام غانا جيف يو توداي از ليجيت. اي بين ثرو ات وفتت عليهم كاع لي زيتاب وراني خدامه بهم. دونك ما نبغيش نهضر في حاجه ما فتش عليها. انا نعطيكم كيفيه المعادله من اجل العمل، ما فتش على معادله الشهاده من اجل الدراسه. باغ اكزومبل واحد يكون جايب باتشلور ديجريز وباغي يكمل ماسترز ديجريز، اي دون نو هاو ذات وركس. اند انا درت معادله للعمل ماشي للدراسه. ف ان اولسو ام غانا جيف يو وان اتس ماي اوبينيون اند اتس اولسو ان ادفايس. I mean if you have a chance, إذا انت جات لك اتاحت لك الفرصة باش تعادل الشهادة تاعك وتدخل في الميدان تاع العمل directly بلا ما تزيد تقرا, I think it's better for you than going through the whole masters and PhD and then you're not at the same time you're not working so you're not making any money. For me it's better if you just go ahead and start working and you gain experience and at the same time you start making money which is very important and not to survive of course. And مع الوقت تقد الى بغى الواحد زعمك معلم after like couple of years you can go ahead and start doing the masters but gaining experience in the work environment is very very important I think. فإذا اللي أتيحت لها الفرصة باش يدخل ديركت الميدان تاع العمل بليز ما تراتوش هاد الفرصة. go ahead ودخلوا وتعلموا باسكو there is a lot of things to learn still stuff that you don't learn in school you only learn in the workplace. okay so I'm very excited today, let's go ahead and get started. It feels good to be back guys. إذن كما شفتوا في الحلقة الرابعة هدرت على كاع الدروس اللي خديتهم هنا في نيويورك سيتي. هذوك الدروس خديتهم أنا بمحض الإرادة تاعي باش نطور نفسي ونعرف لا تيرمينولوجي اكسيتيرا. كي دخلت نخدم كونسيوني في الخدمة باش ندير تو مور ترينينغز. هادو ترينينغز سبيشال تاع الخدمة ماشي تاع القراية. جونغ كي تبدا تخدم تتعرف كيفاش تتعامل مع ديبارتمنت اوف بيلدينغز اند ايفريثينغ. سو خلوني برك نفهمكم فيرست ديبارتمنت اوف بيلدينغز like what it is and how it works. So Department of Buildings هي مصلحة البناء والتعمير كما احنا عندنا في البلاد. راني نترجم لكم باش تفهموا ابخي لو كونسيبت. واحد باش يبني يليق يكون عنده رخصة بناء. دوك هذا Department of Buildings هو اللي ايشيو رخصة البناء لأي واحد هنا في نيويورك سيتي. كاين 5 تاع البوروز, كاين بروكلين, كاين منهاتن, كاين برونكس, كاين كوينز, كاين ستاتن ايلاند. كل بورو هنا في نيويورك سيتي فيه its own Department of Building. اوكي so كي تروح الديبارتمنت اوف بيلدينغ تعطيهم اوف كورس المخططات لي بلان تاعك وكل شيء وهاش راني باغي نبنيها كيف هكيف وهما يعطيو دي ايشيو يو رخصه البناء لايك ان جنرال رايت. هذا الفكره عموما.
سو اذا نتايا باش تروح هكا لو كليون ما يقدش يروح وحده للديبارتمون اوف بيلدينغ ويهدر اركيتكتشر ويهدر مخططات ايتو باسكو ما عندهش النوليدج ما عندهش المعرفه باش يهدر في هاد الصوالح مع لي بروفيسيونيل اللي يخدموا في الدي او بي. سو لي واحدين دي بروفيسيونيل يدخلوا لي اسمهم لي فايلينغ ريبريزنتيف سي دي ريبريزونطون كي ريبريزونت لو كليون مع لي ريسبونسابل تاع ديبارتمون اوف بيلدينغ باش هكا يفهموهم على المشروع. They doing the back and forth and then they can give them the رخصة البناء. Okay, so هذه هي الخدمة. بنادم هنا يقدر يدخل روحه يدخل في الدومين تاع الكونستراكشن اندستري في any level. فأنا بنت لي بلي هاد الدومين هذا اللي باش تدخل فيه سي تري تري بيان بور نو لي زاركتيكت. ما غاديش اوف كورس تبدا تخدم اون طونك اركتيكت من الضربه الاولى, هادي سي اتس امبوسيبل فور يو تو لايك جاست فور يو تو نو. كي تروح تحوس على خدمه تقول لهم انا اركتيكت, نوبادي از غانا لايك تيك يو رايت لايك از ان اركتيكت بوزيشن. دي ايذر غانا تيك يو از ا بروجكت مانجر اور دي غانا تيك يو از ا فايلينج ريبريزنتيف اور سمثينج, يو نو لايك يو غانا بي دوينج سمثينج. اوكي, but it's all good as long as you can learn something, it's all good. So DOB هذا باش تعرف كيفاش تتعامل معاهم اللي تقرا. هما دايرين دي تريننج لكاع الناس اللي يبغوا يعرفوا لي procedures تاع Department of Buildings. دايرين تريننجز اللي هما زوج, كاين 16 hours تولي بهم 16 hours training تولي بهم filing representative class 1 و 36 hours training تولي بهم filing representative class 2. So كاين class 1 class 2 is different باسكو ماشي في زوج عندهم نفس الكفاءات. مي حنا لي زاركتيكت لي انجينيور اللي عندنا ديجا شهادات نقدو ديريكت نروحو class 2 بلا ما نفوتو بكلاس 1. اوكي, this is like the privilege that we have and this is where the equivalence of your degree comes in. هنا وين معادلة الشهادة غادي تستحقها باش تثبت باللي نتايا قاري اركيتكتور ولا قاري سيفيل انجينيرينغ. لازم دير معادلة تاع الشهادة تاعك اللي هنا هما يقولوا علي equivalent to what exactly here in the United States. Okay, so now I'm gonna explain to you more how I did the equivalence for my degree. Alright guys, so بغيت برك نوري لكم real quick had a training what it looks like. So it looks like something like this. You see here it says okay, here it says 16 hours. هذا اللي ديته first 16 hours and afterwards كاين تاع 36 hours. So 16 hours you can become a filing representative class 1, but 36 hours you can become filing representative class 2. So basically what the difference is between the two is that la différence c'est que كي تكون class 2 زعما تكون عندك plus معرفه plus على لي بلان وكل شيء, دونك تقدر تروح تجمع مع بلان اكزامينر وتفهمه وكل شيء. كي تكون class 1 لا تقدر دير غير بيبر وورك لي فورم وهذوك الصوالح زعما العاديين. اوكي, سو كي بغيت ندخل كي ديت 36 hours training طلبوا مني باش نجيب معادله تثبت بلي انا قاريه اركيتكتور رايت. سو رحت عند هاد المؤسسه, ها هما سموهم فاني كاين كي ساديبون المؤسسه اللي تكون تعامل معاها. باغ اكزومبل هاد المؤسسه هنا اللي غادي نوريها لكم فور شور ديبارتمنت اوف بيلدينغز يقبلوا الايكويفالنس اللي ديرها هاد المؤسسه. باغ اكزومبل قادر تجيب ايكويفالنس من مؤسسه واحده اخرى الا ما تكونش تقبلها الدي او بي ما غاديش يقبلوها لك. دونك il faut bien savoir وين تروحوا. اوكي, سو هذه المؤسسه غادي نخلي لكم ثاني لو ليان كاع في الديسكريبشن بوكس. سموها جلوب لانجويج سيرفيسز, جايه في مانهاتن. رحت عندهم سكي بيا هنايا وحاجه اللي عجبتني سي كو اي كول ذم بيفور وقلت لهم اسكو تدو لي اوريجينو جونغ تدو لي اوريجينو لي ديبلوم اوريجينو وتخلوهم عندكم باسكو انا اي دونت تراست نو بادي وذ ماي ديجري لايك فور ريل اتس ذا اونلي ثينغ ذات كود بروف الكواليفيكيشنز تاعك. ما غاديش دير ثقة في أي واحد وتعطيه أوريجينال. دونك أنا سقسيتهم قبل قلت لهم أسكو تدوهم عندكم تخلوهم عندكم, قال لي لا أز لونغ تشوفي تجيبيها ونشوفها بعيني باللي أوريجينال وندير منها كوبي وتعاودي تديها معاك. سما أنا رحت مرتاحة كي قال لي هكا رحت مرتاحة. So it's Globe Language Services INC and هذه هي الشهادة اللي درت بها الإكويفالنس تاعي. هيا وينا كاتبين Evaluation Services و
كي عطيتهم هنايا الدبلوم تاعي عطاوني، شوفوا عطاوني باتشلور ديجري ان سيفيل انجينيرينغ، ما عطاونيش اركيتكتور. قالوا بلي القرايه تاعك الي ايكويفالنت تو انجينيور اون جيني سيفيل هنا في اليونايتد ستيتس. مي انا اي ديد نوت ريلي كير، باسكو باش نولي كلاس 2 اتس ايذر يور ان اركيتكت اور يور ان انجينير، في زوج يدخلوك باش تولي كلاس 2 تدي بهذيك الاي دي. دونك انا واز لايك اوكي ام غانا دو ات، يو نو اتس نوت ا بروبلم. عاونتني ديتها ودفعتها مع الدوسي تاعي مع هذوك 36 اورز تريننغ اللي درته، تدفعهم عند الديبارتمنت اوف بيلدينغز. كي تدفعهم عند الديبارتمنت اوف بيلدينغز، اي نو اي هاف ماي ستاف ايفري وير، ام غانا شو يو يو اوكي. كي تروح عند الديبارتمنت اوف بيلدينغز يعطوك به شهاده، مش شهاده، اتس لايك ان اي دي، ها هي وين اي دي هادي. كي تروح للديو بي تلبسها طول طون، لايك بها اللي تتخرج التيكيت، بها اللي مين تقعد مع بلان اكزامينر يعرفك باللي راك كلاس 2. دونك هادي هي اللي كي دير الايكوفالنس تاعك وتلاخر يعطوك هادي اللايسنس وتولي لايك سمبادي بروفيشنال construction industry person like a filing representative كيما لي زاركتيكت كيما كيما لي professional engineers etc. so okay I could be talking about this for hours like seriously. مي ما نانيش باغي نكون نهضر بزاف وين ما تفهمونيش. الا عندكم دي كيستيون خلوهم لي في لي كومونتير هكا باش نجاوب على لي كيستيون تاعكم. مي لا بروسيدور الي تري تري سامبل، ديروا الترينينغ تاع 16 اورز ولا 36 اورز. 16 اورز قادر اي واحد يديره، ماشي شرط تكون اركيتكت، ماشي شرط تكون انجينير، اي واحد يقدر يديره. ومنه تدخل في الباب تاع الكونستراكشن اندستري وتتعلم بزاف صوالح بزاف وتقد تولي بيان بلاسي زعماك في هذا الدومين. في الكلاس 2 اللي قلك دير 36 hours training، بعد كي تحط الدوسي تاعك هما وتخلص فيه هما يديروا background check ويعرفوا بلي كلشي مريقل وكلشي، بعد يعطوك هاد الاي دي اللي وريتها لكم دروك. وهذه الاي دي هي اللي غادي تمكنك باش تخدم في الشركات وتخدم في الدي او بي you do all the services that are given or يعني procedures تاع department of buildings. So هذه حاجة very important guys، بغيت نفهمكم باللي كاين بزاف هنا يغلطوا كي يجو يروح for example يبغي يبدأ يحوس على خدمة يروح يكتب architect like architect directly، you know it's not gonna work like that because you're not gonna find whatever you're looking for. يا إما غادي تدي هادو trainings وحدك قبل قاع ما يقولك الشركة، باسكو أي واحد يقدر يديهم. وهكا مين تحوس على خدمة تقول لك you're filing representative class 1 or you're filing representative class 2 so which is a good thing. هكا تقدر تبدأ الخدمة. وتاني كي تكون تحوس على خدمة ما تكتبش architect، تكتب for example حاجة related to CAD related to drafting related to منش عارف لي بلان like CAD drafter is like somebody who draw plans and this way غير دخل راسك you know. انا مش نقول لك غادي طيح كاين يقول لك جيني طايحه انا architect نروح نخدم drafter او دي نخدم مهم دخل راسي. كي دخل راسك غادي تتعلم بزاف صوالح، كي تتعلم بزاف صوالح صاي ما عندك علاه تخاف، تبغي تكون اي حاجه تبغي تكونها قادر تكونها. اوكي فهموني جايز، انا نحاول باش نفهمكم من الاكسبيريونس تاعي وهذه كاع خطوات فتعديها وعلى بالي اتس نوت ايزي، بصح واحد وانا ماذا بيا كون لقيت هكا اللي ينفعني واللي يعاونني، بصح معليش انا درتها وحدي واكتشفت امور وحدي وراني نبارطاجي معاكم باش هكا تروحوا ديريكت تو ذا رايت باث. اوكي alright guys so حاجة très importante هنا الدومين تاع الاركيتكتور فيه بزاف ميادين زعما بزاف ابواب تقدر تدخل منهم في الدومين تاع الكونستراكشن. اوكي سو ما تحصروش رواحكم غير تقول انا اركيتكت، انت شدير انا اركيتكت واه بس اركيتكت بصح قادر دير بزاف صوالح like you can do a lot of things. انا المهم نبدا نتعلم شويه بشويه ومن بعد في مع الوقت تقدم مام if you wanna have like your own business ولا you wanna have your own company ولا you wanna have your own architecture firm you can do that. Everything is possible here guys. المهم واحد يلقله يتعلم
very important. You have to know your stuff. If you don't know your stuff, you cannot go anywhere. Okay? So منش عارفة اسكو قلت دي تيرم اللي يجوكم بيزار اللي ما فهمش اي حاجة يقول لي في الكومنتر هكا باش نجاوبكم. مي شفت قلت كاد درافتر. كاد درافتر هو رسام تاع اوتوكاد، زعما كي يدخل يرسم لي بلون، يرسم لي كوب، يرسم هكا، يكون يعرف في ميتريزي بيان الاوتوكاد. هذه كيورد قدها تديرها في لا ريشيرش تاعك مي تكون تحوس على خدمة. حوس كاد درافتر از جود، بدي مليحه بوغ ان اركيتيكت زعما كيكون عاد جديد باغي يتعلم وكلشي. وقلت لكم كيما هادوك فايلينغ ريبريزنتيف كلاس 1 يقد اي واحد يديرها، ميم سي ماشي قاري اركيتيكتور ماشي قاري سيفل انجينيرينغ، مهم يكون عندك باك ويكون عندك قاري شويه في الجامعه، تقد ديرها وتدخل وتتعلم. كي تبدا تتعلم صاي ما غاديش تحبس، غتقعد غير تتعلم حتى تولي غايه. وكاين فايلينغ ريبريزنتيف كلاس 2 هي لي بروفيسيونيل، كو ساسوا ان سيفيل انجينير ولا كو ساسوا ان اركيتيكت، اللي قاد يروح يقعد مع الدي او بي لي ريسبونسابل زعما كلي فما اللي يمدوا الابروفل باش تدي رخصه البناء، تروح تقعد معاهم وتفاهمهم باسكو اللي يكون عندك مفاهيم في الهندسه باش هكا تنجم تهدر على لي بلون، تهدر على لي ماتيريو، تهدر على هاد الصوالح كاع اللي هما يدرسوهم قبل ما يمدوا رخصه البناء. يدرسوا هاد المواضيع according to the building code اللي هو قانون البناء هنا في نيويورك سيتي، و according to the zoning resolutions اللي هما كيفاه يقولوا زعما كل منطقة والبناء تاعها، زعما كاين منطقة ريزيدونسيال، كاين منطقة كوميرسيال، كاين منطقة اندستريال، زعما كل منطقة وعندها لي سبيسيفيكس تاعها. سو الفايلينغ ريبريزنتيف يكون على علم بهادو زوج صوالح باش هكا يقدي يجيت ابروفل ورخصة البناء للمشروع تاعه. هادو هما نورمالمون المواضيع اللي كنت باغي نهضر لكم عليهم. المعادلة الشهادة it's very easy، you take your original degree. الا عندك ترجمة رسمية تاع الاوريجينال ديجري تاعك تديها معك في الدوسي، لما عندكش هما هاد المؤسسة اللي قلت لكم عليها اللي هي Globe Services. Hold on, let me just double check. Globe Language Services. غادي نحطها لكم في description box. تدي اللي هما يديروا الترجمة وحدهم ويستعملوا. وشوفوا هنايا كاتبين في هاد الشهادة لي ريفيرونس اللي يستعملوهم باش يعرفوا حنايا في بلدان تاع العرب كيفاش نقرأ. شوفي عندهم هنا ريفرنس واحد الكتاب مسميينه Education in the Arab World، يعني التعليم في العالم العربي، فوليوم 1 فيه ألجيريا، بحرين، إيجيبت، جوردن، كويت، لبنان، موروكو، واشنطن دي سي، وهادو قاع هادو البلدان شارحين كيفاش لا بروسيدور تاع القرايه تاعهم. سو اي بروبابلي هاف ايكويفالنس فور ايفريثينغ. سو هادي تقدر تترجم اي دبلوم جاي من هاد البلدان يترجموه لك هما على حسب لي ريفيرونس تاعهم. سو اتس فيري جود، اتس بيسفول، وماش اكسبنسيف بزاف. اي بايد لايك ميبي لايك $90 اور سمثينغ، يو نو 90 دولار ماشي غالي بزاف، وما فيها اوكان ريسك باش لي زعما كاين واحد اخرين يقول لك ارسلوا لنا لي زوريجينو تاعكم. نو ما ترسلوش لي زوريجينو تاعكم بليز جايز. كاين بزاف ناس اللي خسروا هكا في الميل، خسروا ديبلوم اوريجينال كيش غادي تعاود دير تجيبه، راك عارف احنا في البلاد تاعنا كيفاش، وباش تجيب حاجه تقعد سنين. سو نو ما ترسلوش صوالحكم، روحوا اون بيرسون دو راقيكم معاكم، قال هاك شوف صوالحي، دير كوبي وعاود دي صوالحك معاك. سكي تري بيان، انا اللي حسيت براحه تامه من رحت عندهم، زعما ات واز فيري فيري جود سيرفيس، الحمد لله. دونك هذه هي جايز فور توداي. العمل في امريكا اتس نوت ايزي، لازم الواحد يكون عنده لا فولونتي ويكون عنده لا فولونتي باش يتعلم، باسكو كاين بزاف صوالح غادي تتعلمهم ما عندهم اي علاقه مع القرايه اللي قريناها هنا ولا لهي. كاين صوالح تاع الخدمه تتعلمهم في الخدمه اونلي. سو كاع اللي يدير ربي في خاطره ويزين النيه ويتعلم قادر يوصل ان شاء الله. فاذا ما تخافوش، ديروا رواحكم وتكلوا على الله وزدموا هكا باش ما تخافوش، وخروا هذيك الرهبه. حنا اش تنقول لك هنايا باينه كاين لا كونكورونس بزاف والناس هنا تعرف خير منا، تما انا ما غاديش نقدر. لا، ما قلعوا هاد التخمام من راسكم، تروح تتعلم
you gain experience, that's it. غير كيما انت كيما الاخرين كيف كيف. It's the same brain, guys. So don't think somebody is going to be better than you because they were born here or something. That's not true. It doesn't apply. So you don't think like that, okay? لا يوفق الجميع ان شاء الله, وان شاء الله نشوفكم في مشاريع قادمه قريبا ان شاء الله. اليوم it was the last episode تاع مسار هندسي اللي استمتعت بزاف وانا ندير فيه. I had a lot of fun and I met a lot of people, وراه عندي بزاف الفولورز. They I really thank them a lot for all the support they've been sending me, and I really appreciate it, guys. Thank you so much and see you soon. Bye.